أكبر ممثل لميليشيا الحشد وواجهته السياسية والعسكرية الأبرز فال حلفياض على لائحة العقوبات الأمريكية بعد سلسلة من العقوبات فرضت على قياديين بارزين في الحشد، من بينهم قيس الخزعلي وأبو زينب اللامي وأكرم الكعبي وغيرهم ممن يعدون أعمدة هذه الميليشيات التي تنفذ الهيمنة الإيرانية على العراق. وزارة الخزانة الأمريكية وضعت الفياض على لائحة العقوبات ليس بصفته رجلا في المشروع الإيراني فحسب، وإنما لمسؤوليته عن قمع وقتل المتظاهرين العراقيين. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية ذكر أن عناصر متحالفة مع إيران من ميليشيا الحشد هاجموا المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق، فيما كان فالح الفياض جزءا من خلية أزمة حكومية تتألف أساسا من قادة فصائل الحشد التي تشكلت أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني. واتهم البيان الفياض بتوجيه عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين والإشراف عليها، وأن الفياض وأمثاله يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني. القرار الأمريكي الجديد يتميز بإشارته إلى أن أمريكا تقر بثورة تشرين وشرعية مطالبها وإجرام من قمعوها وقتلوا متظاهريها، إذ أن معاقبة الفياض بصفته مجرما ضد التظاهرات تفتح الباب أمام معاقبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين من المسؤولين الحكوميين خارج دائرة الحشد. كما أن استهداف الفياض بصفته كذلك أعلى شخصية في الحشد تحرج حكومة الكاظمي التي تعتبر الحشد مؤسسة نظامية وتقود إلى تدهور الدعم الأمريكي للقوات الحكومية. أمام سلسلة العقوبات هذه يزداد الضغط على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ويضع مصيره على مفترق طريقين، إما التضحية بعلاقاته مع إيران أو مواجهة عزلة أمريكية، ما يعني فقدانه القدرة على موازنة العلاقات بين الطرفين الأمريكي والإيراني.